تعال تعال اوعي يا عايده، قلت لك اوعي، هموتهم هموتهم. طب على راسك يا عايده، اوعي هموتهم. تعالي ممسوح، هتتزحلق. خد بالك يا خال، امسك فيا امسك فيا. اوعى انت اوعى. بناتي يا حبايبي، بناتي بناتي حبايبي. الله يا رجل يا خال، رجل سامر حبايبي احسن. بناتي حبايبي انقذتوني. فديك سمنتي يا والدي. ده احنا نفدي صباع رجلك الصغير برقبينا كلها يا مان. احنا اساسا عيال واطيه ومعفنه. والله فعلا دي احلى كلمه قلتيها النهارده. يا بابتي حضرتك بطل رياضي كبير ومصر محتاجاك، انما احنا مش مهم نغور. بعد الشر عليكم يا حبايبي، الف بعد الشر كده بقى. هتزعلوني يا اخويا على الحنيه، عمال تفرق ولا الملبس بتاع فرح العمده؟ انا يعني ماليش نصيب؟ ده اللي خدتك في حضني وقعدت تكعور على السلم كده، ودقلك كده اهو، اتكعور كده اهو. فعلا يا بنات، الواد الرزل ده برضو انقذني. يا سلام، ما انت خاله ومتمرمخ في خيرك. والله يا بابتي احنا بنحبك قوي 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 خالص. تقوموا تعملوا فيا كده وتشحططوني يوم ماتش الاهلي وكابلات اسيوط؟ يا بابا ما هو كله علشان اختنا حبيبتنا سهام. يعني انت تكره ان كبرى الدول العلميه تبقى عايزاها؟ ده بكره امبراطور اليابان يبعت لك جواب شكر. ايوه بس انا حاسس في نفسي قوي 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 ان سهام هتقعد في اليابان عايز الجبس جوه يا عايدة. رد عليا. خد الموضوع ده. ولا 4 سنين. أربع سنين.